خلصت امتيازي من 6 7 شهور كده، وتعينت هنا في الجامعة الجديدة. التحديات اللي بتواجهني بقى مواصلات، من تعب شوية في الشغل وضغطة شغل شوية. في آخر اليوم لما تحس إن أنت يعني أديت الهدف اللي أنت كنت بتتعب عشانه، أو تحس إن في مريض ارتاح، أو في طالب لجأ لك أنت أو يكلمك أنت بشخصك إنه عايزك أنت تقف معاه في الحالة دي، فده بيهون عليك شوية أي تعب أنت شفته على مدار اليوم. لا تفاصيل كتيرة، يعني أنا جيت من الكويت على الجامعة هنا على طول، فكان معظم حياتي وعيشتي كلها هنا في الجامعة، القعدة مع صحابي، خروجاتي برضو كانت هنا في الجامعة. نفسي أحضر محاضرات تاني. كان في إحساس بخوف ورهبة من بنتنقل من مرحلة لمرحلة. فاكر وأنا في المدرسة كان لازم أهلي ياخدوني يوصلوني ويقعدوني جوه ويقعدوني في التختة الأولانية عشان أفهم. سألت نفسي سؤال، هو أنا ممكن أقدم إيه للطلبة كان نفسي إن هو يتقدم لي؟ حاولت إن أنا أقدم الحاجات دي للطلبة اللي موجودين عندي، الحمد لله بحاول وبسعى يعني إن أنا أوصل للنقطة دي. دلوقتي الحمد لله بقينا 7 كليات، في قوافل طبية بتطلع من هنا من الجامعة، ما كانش ده موجود. بقى في مؤتمرات بنحضرها، والجامعة هي اللي بتوفر لنا الانتقالات وهي اللي بتوفر لنا كل حاجة. طبعا لسه بتواصل مع صحابي بتوع الجامعة، بنحاول ان احنا نخلق لنفسنا مناسبات عشان نتقابل فيها. كمان انا في 2 أو 3 من صحابي تعينوا معايا هنا في الجامعة، فبنحاول ان احنا نقضي الوقت مع بعض ونتبسط مع بعض واحنا هنا في الجامعة، يعني بقى اهلي التانيين يعني. فاكرين كل لحظة عشناها، ودايما هنكون معاك. جامعة سينا معاك في تفاصيلك.